ناس الشهداء وأنات الجرحى ومن آلام الفقد وجلد الثوار ومن شارع كلما استنفر نفر. كانت الثورة السودانية تتزود، ما بلغت محطتها هذه حيث التوقيع على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية إلا بعد مخاضة في دم الباذلين أرواحهم ودماءهم للوطن وحرية شعبه. أخيرا حاز الشعب ما أراد باقتداره وسطوة أمره، لا هبة من أحد ولا منة من صاحب سلطان. أخيرا أقر المجلس العسكري وممثله في حفل التوقيع أن قوى الحرية والتغيير لم تكن وهما بل حقيقة سياسية واجتماعية استودعها الشعب أحلامه في مستقبل عنوانه كرامة المواطن السوداني ودولة أساسها القانون والعدل. كانت كلمات طرفي الوثيقة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وكلمات المبعوثين المسهلين حوار الأطراف تشف وترق حتى تصبح شعرا في مديح الوطن. الآن بعد هذا المسير الطويل بين لجة الدم وساحل الدمع، ها هو ذا الوطن الحلم يلوح لنا في هذه الجغرافيا الرسولية وترابها العذر. وقد تنزل الكلمات إلى الأرض حيث المخاطر جمة والواجبات المرجئات ثقال. أولويات مهام الفترة الانتقالية: التحقيق العادل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء. ومطالب قوى الحرية والتغيير بتحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبت في حق الثوار والشعب وجدت تعهدا قويا من الفريق محمد حمدان حميتي نائب رئيس المجلس العسكري. ونؤكد أننا لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص العادل لكل من أجرم في حق هذا الوطن والمواطن. أما الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات فقد نصح الطرفين بالوفاء للثورة وبالعناية بالمرأة والشباب وحذر، وهو من خبر شعاب التفاوض، من التدخل في القرار الوطني السوداني. تحافظوا على استقلالكم واستقلال قراركم وأن تبقوا ثورتكم وبلادكم ومشيئتها مستقلة عن كل التدخلات الأجنبية قربت أو بعدت. الوسيط الأثيوبي كانت المسافة دائما تمحي بينه وبين الشعب السوداني. فيجب أن نحافظ على استقرار بلدنا، وأقول بلدنا باعتزاز، والله معكم. تنتهي المشهدية الفرحة بتحقيق ما أنجز من اتفاق يمثل أقصى الممكن لقوى الثورة في ظل ظروف كانت كلها غير مواتية، ويخرج العسكر بنصر هو أقل مما طمح إليه طموحهم بإقصاء قوى الثورة والإتيان بخلق آخر. ثم تبدد كل ذلك وبقي في الشوارع ما ينفع الوطن والناس. في 20 من هذا الشهر سيعلن اسم رئيس الوزراء، وفي 28 سيتم تشكيل الحكومة. إنها الحكومة التي ستجد ما لا يحصى من التحديات ومن الأمنيات المستعجلة. أما التحديات فمتعلقة بإرث الإنقاذ، فالإنقاذ متلبسة بجسد الدولة كلها في مختلف دواوينها، وهذه الدولة الكامنة إن شاءت أفسدت على الحكومة الانتقالية كل خطة للإصلاح والتقدم وإنجاز برنامجها. وتحدي متعلق بالعسكر الذين فرضوا على الثورة شراكتهم فقط بمنطق الانحياز لها وإدارة الظهر للبشير، فقد سخروا كثيرا من المدنية، ولذلك ربما وجدوا فرصة للنيل من الحكم المدني بتركه تتناوشه المطالب والمشكلات من كل صوب حتى يكفر الناس بالمدنية وبالديمقراطية، ويفرح الداعمون الإقليميون بفشل نموذج آخر في خلاص الشعوب من الاستبداد. وكل هذا في رأي المراقبين يستوجب على الحكومة بث خطاب واقعي قليل الوعود بالانفراجات في الأمد القريب، كثير الوعود في المستقبل. فاليوم التالي لانتصار الثورات ليس هو الرفاه والرغد، بل بداية المسير الصعب لتحقيق الوطن الحلم. تلك ثورة أخرى أكثر تطلبا للأفكار والإبداع، وأكثر حاجة للشارع يحرسها أن تضل.
الشهيد مايا الليلة سجد الصح يوم 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 الشهيد مايا ولا بروح ولا بروح ان شاء الله ان شاء الله ولا بروح ان شاء الله وعلى خط القصاص لشهدائنا من اي دول من اي مكان تعالى Yeah.